بسم الله، هنشوف مع بعض ازاي نرسم الدايرة. هو هنا بدوس على السهم بيديني اكتر من طريقة لرسم الدايرة. اول طريقة سنتر وريديوس، يعني بديله نقطة المركز بتاعتي، وليكن مثلا اقدر اكتبها 0 0 مثلا اهي، تمام، ده نقطة المركز. وابدأ بقى اديله نص القطر بتاعي، وليكن مثلا 1500 مثلا، تمام اهي. اقدر ارسم دايرة بطريقة اخرى، وهي ان انا اجي هنا واقول له ديامتر، يعني هبدا اديله نص اديله نقطه المركز بتاعتي، تمام، وبعد كده اديله الديامتر، تمام. يعني لو كتبت 1500 تمام هتلاقيها نص دي، لان 1500 هنا دي كان نص القطر، هنا القطر، تمام. في برضو ان انا ارسم من خلال نقطتين، هبدا اديله مثلا نقطه هنا والنقطه التانيه هنا. ممكن اقول له انا عايز ارسم من خلال 3 نقط، ابدا اديله مثلا نقطه هنا ونقطة هنا، والنقطة التالتة مثلا تكون هنا مثلا. فأنا اديته 3 نقط، راح رسم دايرة تمر بال3 نقط دول. ممكن أقول له أنا عايز أرسم مثلا من خلال التان من خلال التان تان راديوس، أقول له مثلا هنا أهي، دي مثلا التان بتاع ديت، هنا التان بتاع ديت، وأدي له الراديوس. ممكن أقول له مثلا 1500، هيرسم دايرة تمس الدايرة دي وتمس الدايرة دي، ونص القطر بتاعها 1500. وبعد كده تان 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 بديله المماس بتاع الدايرة ديت، تمام، والمماس بتاع الدايرة ديت والمماس بتاعة الدايرة ديت، هو يرسم دايرة تمس الـ3 دوائر دول.